هل لدى رياض سلامي خطة لعبور المرحلة من دون مساعدة مؤسسات دولية؟ إذا بدك تعتبر أنه إذا عندك خطة للمستقبل شو هي؟ لبنان لنكون واقعيين بحاجة لدعم خارجي. هالدعم الخارجي في يجي من الدول اللي شاركت بصدر، ولكن عندهم شروطهم، وشروطهم صارت معروفة من حيث الامتثال ومن حيث ضبط العجز. وفيها تجي أيضا من دول صديقة للبنان مثل الدول العربية، وكمان هيدي بتتأثر بالأوضاع السياسية. نحن اليوم بمرحلة عم نقدر نحافظ على هالهيكل بدون ما هالهيكل ينهار، وإنما التقليعة تتطلب مساعدة من الخارج. سعد الحاكم، بدي بكلمة كلمة كلمة، شو بتقول لأصحاب المصارف؟ أنا بقول لهم أنه لازم يكونوا يعني عم بيشتغلوا بشكل أنه في استمرارية، مش بشكل كأنه عم بيصفوا بنوكم. أيش للمودعين؟ المودعين يعرفوا أنه أموالهم مأمن عليها. للسياسيين؟ نتأمل يعملوا إصلاحات. للمؤسسات الدولية؟ يساعدونا. بعد سنة من اليوم نستضيفك هون حاكم بنك مركزي؟ إن شاء الله، إذا بدك ياني يعني. أكيد.